العجلة، دور العجلة، الحركة بركة، ايه الحركة بركة. الله يعاونك أبوعلي. صباح الخير مرت خويا. ما تبقيش تقولي لي مرت خويا، واخا انا عندي سميتي ولا سميتي مسميات اللي ما كيتذكروش. لا لا شامة، لا لا شامة. صافي 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 صافي، بركه لي الهضره خاويه، جفي المرح وصوبي لي معاك الفطور. راه مجفف. مجفف؟ لا باين عليه حال الجفاف. والفطور فين هو؟ زعما راني عروسه على هكذا الناس كيصبحوا على العريسات؟ ولا لا مبارك ومسعود، ولكن كي غادي ندير تنوجد مع هاد الزواج كوكوت مينيت. قلت كوكوت مينيت يا دابا تزوج هو سميتو عليه الكوكوت والكسكاس والطاجين والطنجره ياك. ودابا انت عاد قلتي لي بلي راسي خاوي، دابا انت اللي فاهمه دخلت عليك والله غفقيني. خويا خرج صحه سلام، ما بيه ما عليه، رجع مجوج بلا خباري ودار العرس. قولي لي كي درتي لي؟ واخا انا محجوبه انا غادي نقول لك كي درت ليها. ايوا لاله خوك منين شافني تعشق فيا، ومنين سمع صوتي جا حنين وقال لي منك نخلق، فهمتي؟ والله يجعلك على خويا مباركه مسعوده. وادعي معايا، راه كيقولوا الدعوه ديال العروسه في 7 ايام ديالها مسموعه. امين. سيري اختي محجوبه، الله يعطيك شي نقره فين تغبر نحاسك. امين. وكيقولوا ولا ما جابها المكتب كيقولوا غادي يجيبها الحجاب. ايوا دا اللي كان الحجاب ولا المكتب، راني زعما غير نيه، راه ما كنعرفش على حتى مجمر ديال الفاسوخ. وزيدي حتى شويه ديال الشبه والحرمل وانت في عار الله والنبي رسول الله. سالات انت كتعرفي تصرع الجنون، هادشي كطيري فيه. المهدي المهدي ندخل شويه ضرب فيك الشمس. واش ما نفطرش وحشم شويه ولا بيت بالجوع؟ انا ما نعش، انا غنمشي دابا نجيب لك الحليب باش تفطر. مهدي سير على ميمه. سيري اسمعي اش غادي نقول لك المهدي. دابا انا راني مرتبك وخاصك تحترمني. منين تدخل تبوس لي على راسي، ومنين تخرج تبوس لي على راسي. مع الربعة راه كنهضر معاك بصح وما كنتفلاش، متفقين؟ مالك اصاحبي؟ علاش الدقان كله اصاحبي؟ اش بادي؟ تماك فا خاسر اصاحبي. خاسر انا حليب، علاش كتكثر الهضره؟ قول اش بادي؟ جمال مالو عيط لي دابا وقال لي غادي جادنا القهوه. دابا نيت؟ اه علاش؟ عنده واحد التبزنيسه. سير سير تنفطر ونجي. عرفتي علاش؟ سير صاحبي تنفطر ونجي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك اخويا بهاد الكعيشه قنديشه؟ بغيت نسولك اش كاين؟ واش دابا كاين شي واحد اللي حلم شي حلمه تقدر توقع ليه؟ ايوا كي اللي حلمو ما كيكذبش بحالي. علاش؟ علاش انت كتحلمي؟ كيفاش انا كنحلم؟ علاش شنو خويا انا قلت لك انا ماشي بنادم هنا ولا شنو؟ اش هاد البسالات هادي؟ شنو ضحك معاك ندبتيني؟ شنو دخلت الاحترام؟ سالات انت ما كتغوتي علينا، راه ضحكنا معاك. صافي الله يرحم باك، ما تضحك معايا ما نضحك معاك هنا وسالينا. المهدي انا جبت الحليب غادي نصاوب لك الفطور ونوض تخرج. ما بقيتش بغيت نفطر. لا جلس تفطر. ما بغيتش نفطر. قلت لك جلس. المهدي وانا عارفك ما كتحملنيش، لا تيحو في كرشك. الله ينجي. اش ما الله يهديك، اش درتي لي باش ما يحملكش؟ حنا زعما يا حسره قلنا انت غادي تنوري لنا هاد الدار. إلهام مهدي
جي لاباس بخير الحمد لله لاباس عليك شحال خالتي محجوبه ويلا بخير كي دايره انتي لاباس الحمد لله يلاه بالسلامه اجي فين بالسلامه ربعي نجي معك انا الى سربي راه الدرب هذا مهدي راك عارف ولا كان الدرب انا راه باغيك باغي نتزوج بيك مهدي ماشي بلاصه هاد الهضره راك عارف اللي كاين انا مازال كنقرا وانت ما خدام ما والو باش غادي نعيشوا وسمح لي هاد الاحلام كتسمى احلام اليقظه واللي كيهضر بحال هكا راه خصو يمشي يشوف شي طبيب نفساني شنو هي هادي شوف شي طبيب نفساني دابا انا تسطيت ياك قلت لك تسطيت على مهدي لا راه هادشي اللي قلتي انا ما تسطيتش قلت لك تسطيت على مهدي لا لا والله الا تسطيت والله وما كنت كطردك في عيني حرام عليك مهدي ما دارك والو سيرتي في حالتك ما كطردك في عينك هو سير ما يدوز وسير سير في حالتك مهدي اصاحبي اش كاين طردك العينين بعدا كطيروا فيها صافي مهدي صباح هذا صباح هذا كطيروا بعدا فهاد الخراج العينين كطيروا فيه زيد زيد طردك بزاف ريح اصاحبي ريح شيبوك راه خاص شي حوان حل هاد العينين هذا الله يحفظك جات دابا مهدي فين انت صافا بخير جمال خبر ضمن الله يحفظك مالك بو مهدي مالك تمام واحد خينا شعلنا هاد الصباح كان ديما الدري هو كيطردك في عينو انا شعلت يا با انت عطفا دابا مالك امر تعمل انا عرف الله يعزك وانا نفرقوا في اللحم حنا وانا انت الحبيب ديالي عواج عواج مهدي بارك من هاد الهضره ديال الدري الصغار راه باغي نخدمو واليوم غادا تبدا الخدمه ولا تبعتوني غادي تمشيو بعيد كل شيء كاين هنا فهمتوني ولا لا اليوم بالليل يا رب السلام دابا ولا حصلنا شي واحد شريف ما غادي يحصلنا حتى شي واحد ياك راه درت مع جمال بالليل واخ شوف غاتبعني وسكت كل شيء غيدوز مزيان انا نتبعك انا نتبعك اخويا انا نتبعك كنشوف هاد مسخوط الوالدين هادي عرفتي الا بغات تسرع هي اللي فورت ليه على لحم الراس عمر الدوخه ما تفارق مع داك خونا دبر راسك دبر راسك وانت باغي الفلوس انا عارفك المهم قصح راسك وكون راجل انا راجل اصاحبي اش بغيني ندير شوف انت ارتاح ودخل وسلم لي على عمي عزرائيل ما تبقاش تضحك معايا الضحكه دار رضوان باش تدخل حوايجك خليني نمشي في حالاتي صافي يا صاحبي تضحك معايا رضوان ما تضحك معايا الضحك هيا جات كيف تخطو والدينا وموبايلك عرضو صافي فلوسي ديالهم الدار المهم نكون عاد بلا فطار راجل كلشي غيدوز مزيان غطي لي راسي عري لي راسي موبايلك غطي لي راسي انت دير فلوس وانا ندير تنو كلشي مقسوم واخا هادو غنشوف كلشي مقسوم قفل لي يدي صافي عري لي يدي عري لي يدي يلا موت موت السلام عليكم وعليكم السلام ها هو راه خرجت الميت موجود الفلوس موجوده هاري لي يلا تلقي راسك سربي يلا سير لا يكون غاشي ولا شي حاجه سير يلا تلقي راسك على سلامتك وكيف حسيت براسك شوية الحمد لله الحمد لله شكل جبني سبت ترانج صاحبك رضوان كل ما كان شاول لي معاك كل راكمت رجع الله من جيتك الله يهديك حيت معك تبعد من داك السم فاني الهلاك اش بغيتيني ندير اش بغيتيني ندير انا لا خدمه لا رضمه ماشي انت بوحدك كران كرام منهم عدد وكيضربوا مع الزمان حتى يحم الله شي قاعد دراري بحالي هذاك بعدا عندهم اللي يسول فيه انا ما عندي حد
عندك بنت كتقولها لي في شيء انا حمسك واش عمرني قصرت في حقك سمعتك مريض جيت تنجرب الهوايا عرفتك جوبا حاسه براسي ماشي تاليين ودوي بالبني اللي غير تزادها ديالك ما تعويش على اخوك اخوك راه مسالي مين اختي صبري شويه غادي تولدي ويكون كل شيء على خير وبخير وطريبي غادي تكبر في حضنك ما تخافيش ما كاين باس ما كاين باس كلشي غيدوز كلشي تبارك الله بخير وعلى خير ماشي انت الاولى ولا المخره لا لا بارك على الكلام غير حنايا نعم. انا راني مع ديك المره اللي دخلت تولد مبروك عليكم على الزاد زادو الله يبارك فيك الحمد لله راه صحه جيده الحمد لله الام ديالو راه درنا اللي في جهتنا ولكن قضى الله شنو البركه في راسكم مين ماتت نعم ماتت درنا اللي في جهتنا ولكن ولدي صاحبك رضوان باش ما يعاود والو لباك الا ساق الخبر غادي يكحل علينا كوني هاني يا عمتي رضوان راه راجل ما يعاودش الهضره واش دابا غادي نبقى مقابلك غير انت ولا شنو واش سي صالح واش ما كطلع لك القنده الراس كنوروك حنا في البلان وداك خالك للنار كامل هو كيطلع علينا من تما شوف شنو دير لي شوف لي شي حل معاه زر عليه ولا لو على السبيطار ولا شي حل ضربك انت وياه عيطوا عليا من هنايا انا راه ماشي بسخط الوالد لوحو عيطنا الزنقه ولا نديو ندار العجازه هذاك راه خالي هو اللي بقى ليا من العائله كنشم في ريحه الوالدين نوض انا لوحو الزنقه باش بقى انت على خاطرك الراجل راه مريض ما كيدوي حد ما دار حد ما دارنا سيدي قالك ما دارنيش دابا انا مراتي كتوعم شي توعم ليك تولد ليا شي عقوبه بحالو فين غادي نولي انا فيه اش هاد الهضره سي صالح انا الشيطان راه بلادو هو الشيطان فهمتي ولا راني شفت انا الشاكون داز توقف في الباصار شي غادي نلعب شي غادي نروك عاوتاني وانت تتجهرني عاوتاني انا ما كاريش عندك كاري عند اختك وانت ماشي مول الدار وما بقاش تقول دار اختي فهمتي ما بقاش تقول لي ماشي داري فهمتي وادي راه داري وهاديك راه اختي وهادوك القوالب ديالك انا عايق بيهم وداكشي اللي كيدور لك في الدماغ راه ما غاديش يوصل وسير الله يهديك اسي صالح الله يهديك ولا لا يهدي شي فهمتي ولا داك التبرخيص ديالك راه نبقى ندير عليه انا تزبل عليه في صدرك انا ولا ليطر بالله راه ما سمعت تعرف فيه انا وهو عاود انا محجوبه محجوبه نعم السي ابراهيم إذا جاء على خاطرك واحد دقيقة بغيت تتكلم معك أنت شفتي حالتي راني غارقة مع العجينة نزل أنت نزل واخا أنا نزل سمحي يا سي إبراهيم نزلتك أنت شفتي حالتي غارقة مع العجينة والطيابة أيوا ما كاين مشكلة محجوبة أنا بغيت ندوي معك بصراحة ولكن ما نبغيش تقلقي من كلامي الله يا سي إبراهيم كلام كاش فيه ما يقلق بغيت ندوي معك على خوك صالح خوك صالح ملي ما كاش مجوج كانت مسألة عادية أنه يكون ساكن معاك وكيعيش معاك وكتعاوني معاه وصابر على قبله
ولكن دابا محجوبة راه جاب مرا راسك تردي بالك. وانا راه كنبهك غير ما تقوليش ملي باغي نخلطك بينك وبين خوك. لا لا كلام كله صحيح. انت شفتي تزوج وما شاورنيش حتى بالعالي. راه معمر كتافي وهو الراجل في هاد الدار. وبيني وبينك اللهم يتزوج حسن ما يبقى يتحسر علينا هنا بقباحته. والخو خصو يدير بحساب اختو وما شاوركش كيف قلتي. صالح محتاج لدارك ومبرح فيها وانتي كتصوبي الحلوة هو كيبيعها وكيدير فلوس في جيبه. واش عمرو عطاك شي حاجة؟ عزاد المرأة يا ولد المرأة اللي مشات ولدات غدير هنا بت نبت وغيورتو كنتي حية. واش بقى يقول عمرك خدامة على البراني؟ شي نهار تلقاي راسك من يوحى في الزنقة غنحشوها. انا باغي لك الخير وداكشي اللي قلت لك راه خير ليا ولك وكنبداك وراه كتبقاي فيا. مالا يخدك الله يخليك ليا. فلوس الكرة مالك زربان يا قلتي مصير ماشي مشكل. وخا هاد الايامات الخدمة عيانة حتى كتعرفينا طريقتو على قد الحال. والخدمة كتكون موجودة في الصيف ولما كيكون الصيف راه مرة كنخدمو مرة ما كنخدموش. ولكن إن شاء الله أنا كنفكر نكبر المشروع ديالي. كنفكر فيك وفي المشروع. الله يتيسع عليك تبقى على خير. ساليتي ولا مازال؟ أنا قربت أخويا تبارك الله راه كاين اللي موجود ومن هنا ساعة كل شيء يكون واجد. ساعة؟ فاش من ساعة؟ واش عرفتي اش كيطرى في ساعة ولا ما عرفتيش؟ أنا راه في ساعة عرفتي شحال غادي نقدر نضرب ديال الفلوس نقدر نضربو ديال الفلوس ولا؟ أخويا راه يدي بوحدي كي غادي ندير؟ العجينة مني الطياب مني الشقة ديال الدار كله مني. واه كي بغيتيني ندير أخويا؟ قبيلة راني عييت وبغيت غن نتكا شوية وقلت بلاش كنت درتها كرة لقيتيني باقي كاع ما بديت. عرفتي كون درتيها غادي تكون عندي معاك هدرة أخرى. فينا هو هاد المهدي؟ فينا هو؟ علاش ما يعاونكش؟ أولي المهدي وغادي بغيت يولي عجن هادشي اللي بقى. علاش ما يعجنش؟ علاه؟ هادوك الكتاف اللي عنده علاش يصلحو إلا ما يعجنش ويخدم على راسو؟ علاش؟ عرفتي كرونا واش دايرين بهاد الحلوة وبهاد العجينة؟ شحال ديال الفلوس ديال دخلوا ولا؟ أنت اللي دصرتي بهاد الفلوس اللي كتعطي أنت اللي دصرتي. أنا فلوس أخويا بلا ما تقلق تاني واش أنا بعدا هاد الفلوس منين غادي يجيوني باش نعطيهم ليه؟ والله يهديك الله يخليك ليا خويا تهدن شوية. صافي صافي كملي كملي أنا نشوف هاد الفلوس منين كيجيو نشوف. مهدي أش بغيتي أخويا؟ بغيتو باقي ما فاق البارح راه نعس معطل. لا خاصو يفيق. أش دار أخويا؟ مهدي نعم أجي لينا. ربي لما غاقول لي أش دار أش درتي؟ ندرت والو. ما درتي والو؟ أش كل شي دي يتكلم عليك ويقول لك بأن الفلوس عندك هاد اليامير كيتشتوا كيف الزعمة؟ أنا؟ فلوس؟ القهوة أنا اللي كنعطيه باش يخلصها وما لهم كذبوا عليك؟ وكل ما شافوش ما غاديش يقولوها لباه. وكيفاش القضيه ديال القصار مع الشيخات؟ الشيخات؟ ايه الشيخات والكمايه والشراب الكمايه. حمدي هادشي اللي كتقول الوالد راه ما كاينش. ويلي على الشيخات ملي الزغبيله شدوك في الحبس غادي يغبروك. شوف ها انا يا الاخطاء والله تنشق البوك راسك بهاد الشاكور هاد. بلا شاكور انا غنجيبك الفلوس. ماشي لينا فين مخبيهم؟ في المضربة. شتي الراك يدير هذا هو الرضا. البوك ينعس فوق الحلفة والدري فوق الزرقاء. جيد هادشي اللي بقى عندي يبقى ومنين جاوك هاد الفلوس؟ ربحت في الكورس.
الكورس زعما ماشي داكشي ديال الخونه والكريس ساز وداك. وكاينش هادشي الوالد؟ زعما ما كتعرفش بان هاد الكورس راه حرام وعيب، ما قبلوا له الله لا العبد. ادوي الكافر الاخر. سير جيب لي يا حبيبتي هذيك البلوزه ديالي. هي الاولى سي صالح. ياك انتي تعطلتي شغل ندير لك يا شام. الله يهديك صالح قالك تعطلت. مهم ارى شمال شنو هادش باش تدوري قدام الحركة؟ شنو هادش هذاك شي المصروف ديال الخود؟ شنو بغيتي وفين داكشي خديتي مع المهدي؟ واش غتشري منو؟ علاش بغيتي تعرف؟ يقول انزل تم بعد نقول لك. يلا تهلاي في راسك ديري خدك هدية عندك هذوك الكيادة تما هذوك كدا. سكيتو عسكيتو عندك ابا عندك 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 زين اسد زين عندك دوس 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 عمسكيتو هاديك والله تهزي الجمعات لي هادي ونتي مقابله ليا غير اللعب. يحفو خرجتي فرحانه ما بك ما عليك ورجعتي سيرت تسمعيني في هاد الكلام مالك؟ لالا بنت لك بزقوله سيرت تلعب في الكاري. شو وصلنا لالا لهاد المواصل؟ هذا ماشي كلام بنات الناس. حشومه عليك على مالك اختي لقيتيني دايره يديا في جيبك ولا خارجه الزنقه لايحه حوايجي وباش نوريك بانني انا بنت الناس مالية في عجلي ومالية في داري وعلى الأقل عندي راجل اللي معمر لي كتافي كيتك انتي اللي قاسة بلا راجل انتي كيتك. الله يسامح ما قلتي عيب. كيفاش ما قلت العيب؟ اش هاد الهضرة هادي؟ هادي راه ماشي هضرة ديال بنات الناس ياك؟ ايه أنا محجوبة خط راجلك صالح ماشي بنت الناس وكوني تحشمي راكي مرات الراجل. سير سينا باش هاد الهضرة اش هاد الهضرة؟ واش باقا مبغي تساليهم عليا انا بهاد السطاع ولا شنو؟ اسمعي نقول لك من اليوم هاد الدار هادي الكلمة ديال شامة. بعجبك الحال هو هذاك ما عجبكش ضرب راسك مع الحيط. انت كتشوف السي صالح في كل ما كنهضر معاها كتلاها فيا والله السي صالح ما درت لها شي حاجة بالله وكنتي حاكم فيها كاع ما تخليها تبهدل لك مرتك بحال هكا. بارك تلي العيبة شامة. راك ما ديري من الحبه قبه
وحشمي راه حشومات شرح شو وحشمي حشمي انت كتقول للسيده ما دير من الحبه قبادي هضراتي حشمي اي خليها سي صالح خليها هذيك راه غير الخيره اللي كتهضرها بحال هكا صافي صافي راه انت قال لي تقول عليك يا حبيبتي صافي سير سير انا خاصني عاد نمشي للكروسه لخويا من ديك الحلوه سير ارتاح سير زين من الحبة قبوه انت عاوتاني تبقيت تدي طلي عليها امي طلي عليها امي مرحبين الله يرحمك وليك رحمتي الله هاجي تشوفي خويا صالح نسى كل ما درت نسى كل ما تمحت كل ما ربيت اليوم جاب مراته ونسخته كان ابراهيم على الحق الحمد لله اللي فيقوني من القلب قبل ما يفوت الفوت تانا تانا بغيت شي نهار نفيق ونلقى راسي فات الفوت مشى عليا الركب وجالسه بوحدي اليوم خويا صالح تيفكرها في مرته وها في راسه وانا والمهدي ولدو ما عندوش كاع في البال عندك الحق ابراهيم عندك الحق كلامك كله على حق ما بغيت شي نهار نفيق قراصي ما بقى ما يدار لا كون مرأة الحمد لله الحمد لله اللي كي يهتم بيا كيشوف فيا شوفة ديال بنادم كيشوف فيا بلي أنا حتى أنا بنادم بركة من الحقرة بركة من الحقرة عمتي عمتي زيد المهدي راني متكية ولدي وما فيها ما ينوض مات عمتي اشكي ولا ولدي غا شوية د العيا وتانا راه كتهد واش راه كنشوفك كتبكي وكتقول لي العيا اش واقع باك ولدي محل مرمدني لي لونها وكمل عجب جاب مرة اللي ما كيقدرش يحل فمه قدامه وقال لي كلمة واللي يتمشى واني على آخر يامي واللي خدام عليها شنو كيفاش تولي خدام عليها تمن وزا تسطة ولا فين هو فين صالح المهدي صالح خرج نهضر معاك وخرج واش نمشي هذاك البروش نعس ولا لا واش كتعمر راسك بالحبوجي انا تصدعني سير ترقد ولا غنجي نرزق تلقوش واش ترقد احسن لك صافي شوف واش بغيتي دي تستخدم عند باك شي ما سخطه عمتي واش هذا با ياك دوريني والله ما تبقى فيك الا خليتها فيك رانا ماشي هو الصاد شفتي راه خصو غمنين يدوز ليا هو ما كرهش كاع يلوحني في الزنقه شتي عليك تاع حراميه ديالك داك الطبوحه ديالك والله لا درتيها بيا والله مشي انت شديتك يا تنجمع معاك وسير عليا قبل نخرج تكرفص عليك عافاك منا عمتي كي اللي قوي تشك برصاك لا تعمتي تبارك وهذه عجبتيني بها يا راك يقول هذاك المثل اللي تيقول لك من عين هذاك السبلو من ذاك الصبوع انت حرج في عينك تبارك الله ولدي ولا ماجي الحمد لله الله يرضي عليك هذا راضي عليك يلا نصبك واحد الكاس ديال لويزا اوا كبر الدري تبارك الله لا الحمد لله زيد تنازع في مزال أنا ما تبقي بوحدك ورخص لي يهتم بيك أنا راضية بحكم الله
يفرص سبحانه. شفتي المهدي عندي هو كل شيء، راني كنتسنى غير انت يتعقل وتهبط باش نزوجها. كيف هذيك البنيه الهام عرفتيها؟ بنت مول النعناع والديها الله يعمرها دار، وهي تبارك الله عليها ما بهاش كتقرا مزيان. محجوبه، واش انا كنهضر معك على حياتك وانت كتهضري على حياه الاخرين؟ انت غديها فاصلي، انت غتعتني براسك. في الاول كنتي ديري السبب خوك صالح، خوك صالح هو تزوج وكيعيش حياته وما كارهش يجري عليك من الدار ويعيش فيها بوحده. اما المهدي الحمد لله راه كبر. محجوب محجوب راه خصني رايك ويعتني بك. عندك الحق، كلامك كله على حق السي ابراهيم. سهلا عييت عييت من المشاكل ديال صالح والغوات في كل ساعه، حتى من مراته شامه سترت عليه من النهار الاول. لكن اش غادي نقول؟ راه خويا السي ابراهيم يخا واحد ذهب الدنيا ويدك منك ولو تكون وجدان. كنتي رافضاه، امك الله يرحمها راه كانت ليك ولخوك، وانتي دابا لمن الانسان يموت وما يلقى حتى اللي ترحم عليه. انا دوزت تجارب كثيره وملي كنت في الخارج ضيع بزاف ديال الفرص بسبب الطيش ديالي، ولكن الحمد لله ما نضجت. انا راه كبرنا مهجوم، انا بغيتك الحلال. واش انت جبتني من البحر كتطلب مني الزواج كتقول لي بينا كنكبروا؟ راه حنا ولاد حومه واحده، انا عارفه راسي كبر منك، لكن انت راك عارف الشقا والتمره والعذاب اللي مدوزه واللي دوزت. ناسي راسي بالليل وبالنهار. الرسول صلى الله عليه وسلم جوج مرات اللي هي خديجه ام المؤمنين، وانا ما كيهمنيش الجسد، ما كيهمني هو الروح الطيب. وفضلي السن بيني وبينك ماشي مشكل، خصني غير نتفاهم انا وياك. واش ما تبغيش تولدي وليدها سامحش؟ تبارك الله عليك، هو هذا هو الطاجين، شتي المذاق وكلشي زين. لا تبارك الله عليك. بصحتك سي صالح. بصحتكم وبراحتكم، كولي وليدي. غدا ان شاء الله غادي نمشي انا والشهمه العروبيه ندوزو شويه ديال الوقت ونتمرحوا مع راسنا شويه تما. او ديك الحلوه اللي عجنت؟ اي لا حلوه، رجعنا من ناخذ في الكونجي ديالي ما نمشيش انا ارتاح على مرتي. اش غنجي؟ طيب ما تتصدي بيا، ما تكلمي، ما تقولي لي تتعزى، ما تقولي تتعزى، خليني عليك تنجي على خاطر. يا خويا ريح شويه بصحتك، تمشي وتجيو بالسلامه ان شاء الله. ايوا اختي محجوبه، بغيت نقول لك يلاه معنا، ولكن عرفتك ما تقدرش تخلي المهدي بوحدو في الدار. عندك الحق، ما عنديش لمن نخليه.
هي من الله طويلة، مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. سمع. يا بعيد بنا ديال والدك، بارك الله عليك بعد ما ايوا سيدي كي جاك الطاج نتاع اليوم؟ انا ما عندي ما تبارك الله عليك. جاتك مرتك مراه ونسياك ومازال غتشوف ان شاء الله. شوف شي هو كي غادي نصوب لك انا نتاع عندي رخيص. الحقيقه توحشت خويا عبد الهادي ومرته نجمه، شحال هادي ما شفتهم. ايوا دابا غدا ان شاء الله نديك تشوفيهم، غادي تبقاي تشوفي فيه يطلع لك في الراس. ان شاء الله. تكلمي لي على دخول شويه، كيفاش داير؟ خويا عبد الهادي شويه صعيب. واخا كون كان عزيز على با الله يرحمه قبل ما يموت، تصور حتى من الارض كتبها ليه كلها وما خلى حتى حاجه. خويا عبد الهادي خدا الارض وخدا الورد وخدا كل شيء، حتى من الورد تعمرته حتى هو. الله دارو وين هذا واحد بوكتا ومسكين ما دار فيه ما يصلح الله يرحمه، وكان انت خاصو يعطيك حقك راه. ها ايوا سيدي راه جاي عندها الحق في الورد ديالها. ايوا السعود كيما تيقولوا. قال ليك الا ما كانش في خبارك، حنا عندنا في العاده ديالنا المراه ما كدي والو، الرجل هو اللي كيورد كلشي تيقول لك حكه ما حكه، المراه غيجي واحد النهار وغادي تتزوج وغادي تمشي لدار راجلها. ايوا تبقى ديال دار الراجل غير هكاك شويه بعدا حتى هو خصو الله يرحم مزال. يلا دس صافي غير تفيدو الله. صباح الخير. صباح الخير. ما تنصل ما نصل انصل لا 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 تحيد حوايج املاك عليا الحوايج املاك الحوايج في راسك نصل ايوا املاك سير براسك يلا املاك شطيتك سير ضغط صافي من زمانك غير خليك غير خليك بلا سير براسك هذيك واش شفتيو هاد خوك هذا ما بداش لكم غير الورد وقال لي تيك الشطه في بنادم بغيت نوز هاد الشهر العسل على خير اصلا امين يا لا لا هاديك مرحبا مرحبا
نهار كبير هذا. اهلون 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 اهلون. ما كنا نفهم منك اللي كنا حليم وتمام يا خويا مثلتي وش نجي نزار شي واحد برا اللي راه جاي لدارنا واه واه خوك مرحبا وانت تهبطي لنا الغبره كامله ونجمة نجمة كاينه بعدا ولا كاينه نجمة كاينه انت جاي لي مرحبا الف مرحبا كبير هذا ملي جات عندنا لاله شمع كديرة لبس عليك وحشتك سلام عليكم انا صالح راجلي مرحبا بكم دخلوا اخباركم والله الا نهار كبير هذا والله الا فرحنا مني شناكم سيد مرحبا والله الا فرحنا انا جاية خالتي محجوبة ما دايره الدو البوليس راه كان مريح في القهوة والدو ديما كنقول لي ما باقيش مشي لديك القهوه ما كيسمعش ايوا راه نصاب الزطام ديالو في لاكارت واخ وعاد قيب لاكارت ام محجوبه الله يخرج هاد الطرح بسلام والله سي صالح نهار كبير والله الا حنا فرحانين مرحبا بكم ملاش الله يعطيك بارك الله فيك انت سي صالح كان واحد الشيء كيدايره معك لا الحمد لله وكيشتي هي راه واحد شويه مقينشه ايه لا لا سيدي ما بقيتش انا بنت الناس الله انا فرحان اللي ربي لاقاني مع هاد السيده هادي انا الله اللي عالم اش غنقول لك سي صالح راه كاين انا واه جوج والوالد الله يرحمه كتب لي هاد الارض كلها في سميتي انا بوحدي الو صالح خويا انا محجوبه شوف شتي المهدي راه شدو البوليس علاش شدو ما عرفت اخويا انا عاد دابا جيت نشوف سمعيني اش غادي نقول سمعيني اش غادي نقول لي الا دار شي حاجه خلي بابا يتشد باش يتعلم ويولي رجل كيفاش نخليه يشدو خويا اخويا الله يهديك راه ولدك اسمعي الا دار على شي تشد خليه يتشد قلت لك واش انا غادي نبقى مقابله هو ولا صافي صافي انا غادي ندخل نشوف اش جاري لي انا جيت لهنا باش ارتاح مع راسي صافي ما تعاوديش تكلمي معايا يلا صافي كتعي شو واقع هذاك الحمار هذاك سدو ما عرفاش دار شي مصيبه اخرى ياك ما ضربك البرد شويه اي معليش معليش شوفوا ليه اجي شوفوا ليه خلي هاد البقره هذا وتخلي هاد الشيء نجيب معاه دابا انا الصداع ديالي الماضي وين الماضي انا العب بابا اتحرك ليا امشي بيت تسير شو تتكي زيد 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 شوي شوي انا يلا يلا ادرك اليوش ايش هادشي عبد الهادي انا 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 تبارك الله وهادي شو هادي وهادي هي الدار وهي اللافاله هات دايره بها جريده النواور هلا بيسين ونزيدك نطلع السطح وندير مريتان ونشوف اللي يخوني واللي ما يخونيش ها كانت بكري قبه حيده دابا غتولي عمارات عبد الهادي وانا بيسي خاصك درك شي حاجه باقي خاصني المايو والبوما دابا باش نتبرونزا وي على المايو والبوما دابا باش تبرونزاي او وقدام الخدامه تبقيتي ولا مالك ياك عبد الهادي حقرتيني انا مسكينه ولا زعما حيت انا ساكنه في العروبيه الماضي والماضي لا ما بابا جيب واحد حفله ديال الطراب وجادي درك هو الاول علاش الطراب اردم لابيسين قلت لك زقام ما تردمش لابيسين اردم لابيسين قلت لك زقام ما تردمش لابيسين راه والله عبد الهادي ومشيتي تردمتي لابيسين يتردم انا حد الدار ودابا تردمي الدار انا وصلت لدار القاضي ياك ايوا هي دابا المريحه لي منها هو الاول بابا كنت لابسك لاباس اش واقع شوفي اختي جايب لي الدار كي دايره وكي عامله واش دابا انتي لاكتي ساكنه في هادي وعندك لابيسين ما تعوميش فيه قلت لي انا نلبس المايو ونعوم فيه ما فيها والو باش تبرونزا قالك لا ايوا خلي المرات تبرونزا انت مالك مالاش فيها ما تكونش قديمه انت مع راسك تصعب لهادي ايوا دي البومه قدام خدامه
ويلي خويا عبد الجليل دابا هادشي علاش مخاصمين؟ خليها مالك تاخ ويلي الله يعافيك. سمحي لي واحد جوج دقيقة راني راجعة عندك. الماضي والماضي الماضي صد برونزة علاش لي ما تبرونزة؟ اش بالك صالح في هادشي؟ ايه علاش لي ما تبرونزاش؟ تبرونزة مزيان وهي تا نتبرونزة تبرونزة تبقي عند خوك صالح صاي سدينا هاد الباب ما كاينش. الماضي الماضي نعم عمل النجمة سمعت شتي هادي يا دريان غادي نعطيها ليك ولكن دير هادشي اللي كنقول لك بالحرف الواحد غادي تمشي للسوق ولا شي بلاصة فيها الناس بزاف واخا غادي تقول لهم عرفتي لالا نجمة الكلمة إلا كلمتها عرفتي لالا نجمة ما كيتحركش السي عبد الهادي إلا هي اللي قالتها لي وانت بلنا نهضروا زيد من عندك وغتعرف كيفاش هضر كوني هانية لالا نجمة هاد كلامك بحال اللي قلتيه الراديو ولا التلفزيون يلا سير ونوريك يا عبد الهادي اللي ما تخلينيش نلبس المايو ونتبرانزا في لابيستين وي نعم سيدي وي نعم واخا نعم داكور داكور هادي بسلامة نعم سيدي هو ولد بوشاقور اللي كيبيع الحلوى هو انا الشيخ هو انا باك كيبيع الحلوى للدراري في المدرسه وانت كتبيع لهم التقاوت المعشون هادشي اللي كتقول الشيخ راه ما كاينش راه ما كنبيع ما كاينش ضرب الاداب واحد على يديك راه نشوف لاكارت ديالك لاكارت ديالي نسيتها في الدار هادشي علاش جابوني الدوله دايره لاكارت باش انت تنساها في الدار اجي سيدي هبط علي هذا هبطو واش كنهز معايا دوي بالاداب هبطو رجع ليا وقف في الكوميساريا الله يهديك علاش داك اولدي لهاد القهوة والبطاقة علاش متهزهاش علاش مساء الخير اسيدي الله يخليك اولدي ولد خويا نسى واحد البطاقة ديال التعريف وجبتها الله يرحم والديك سيدان صباح الخير واش عندك لاله شفت لك سيدي بطاقه التعريف ديال المهدي شكون المهدي انا ما كاينش واحد غنشوف المهدي ولد بوشاقور اش كيجيك لاله هو راه ولد السي صالح وصالح راه خويا انا عمته محجوبه عمته قلتي لاله تفضلي اجي الشيف جيب لي المهدي هذا راه راسو سخون كيعرف شكون اللي كيبيع داك الوسخ للدراري وما بغاش يقول لنا شكون والله الشيف ما كنعرف شي واحد عنده الحق سيدي راه ما كيجمع مع احد دري ويش ربي يا سيدي هو هاك هلا كارت ديالك وبدات تهزها معاك هاد الخطره سامحتك على وجه عمتك وخطره اخرى يجيبوك ليا لهنا راه ما نرحمكش الله يرحم والديك زيد قدام زيد وشويه ديال الاداب وما تبقاش تهز يديك ودوك الكتيفات جاي لقاني كل نهار غدا نطلب عليك في الكوميساريه ودخل من هنا وخرج من هنا ولا كارت لاش تنساها ولا كيفاش درتي اش درت تمشي تفرج دراري راه عندي كارطه وهيت معاك بحد من هاد القهوه عمتي نوض فرعي لي راسي خليني نمشي هالناس يا ربي تهدي يا ربي كي غندير معاه يا ربي يا ربي حفظه وبعد عليه هاد الدراري اللي كيجروه اللبله والويل يا ربي كي غادي ندير انا عييت انا عييت انا عييت اسمع نقول لك ديها في راسك ديها في راسك وخليني تاني نديها في راسي شوية بغيت نديها في راسي شوية من حقي نديها في راسي شوية سمعتيني من اليوم اليوم ما بقاش نسول فيك ضربك الشيحة هذاك باك هذاك باك قولي مشي يقلب على شيخة أخرى باراك عييت طهرتوني حرام عليكم حرام عليكم صافي عييت ومالي ايه اهه طوبيس ميلي ميكان سلام فقاوكا على
سير صاحبي سير صاحبي. واش الفنان؟ واش الرسام؟ بخير هاني تاش هذا الرسم كترسم لينا صاحبي؟ السلام عليكم. واش ماشي حرام هادشي ديال القرقوبي الاولى وكيبيعوا للدراري؟ هاد السم ما غادي يخلي لها الدراري عقل. واش من عقل الدراري في عواد يلعبوا بالكره ولاو كيلعبوا بالحجر؟ ولد الجزار لاحوا لي حجر يسحبها كره ضربها براسو راه مداتو السبيطار. هذاك راه باه اللي غادي يمشي السبيطار الحماق. وعلاش ولا يخولي الفلوس والبو اللي يخزنهم؟ الدري ولا اللي بانت ليه في الدار تيخرجها للزنقه يبيعها. وكتب اخويا كتب فاش كتسنى كتب. شكون اللي فهمك؟ عندك الحق. شكون اللي فهمك؟ نادي السلام عليكم. عليكم السلام. قول لي يا مهدي ما نقدرش نلقى عندك شي فلوس. اه ما نقدرش نلقى عندك شي فلوس. فلوس فلوس على الصباح صاحبي. شمنت لك بنك انا ديز من حداك ياك بنك كاع رومانيز باش نحل عينيا. عم زير في واحد اللوحه على واحد السيد عزيز عليا وبغيت نكملها وصافي. ما عنديش اصاحبي ما عنديش. انت ما فهمت ما تفهمتيش ليا والله ما فهمت والله. الناس كتضرب في الفلوس اصاحبي وفي المشاريع. انت برك تزوق كيفاش غيتباع لك داكشي بالثمن كيفاش؟ هذاك راه فن والفن راه ثقافه. ثقافه واحساس وذوق. اللي ما عندوش هذا الشيء غير يمشي يموت. اخ شوف الا دبرت شي صرف راه نجي ندور معاك. الا ما لقيت والو راه ما عندي ما ندير لك. انت دير لي ظريف المهدي. الله يحفظك. تهلا في راسك. انت تهلا في راسك. صباح الخير خونا. صباح الخير. صباح الخير. ما كعاقدو ما صاحبي الساعات ولا وي راه باين الصباح كيدير واحد بغا يتسلف حتى عاقدهم ديك لاباس سنة الوالدة هي على مهدي وما نقيش باش نشري لها الدو. الله يجيب لها الشفا خويا تي راه قدام قلبك. راه جندرات مهدي راك يلاه فيق نوض غسل وجهك. جندرات ونوض غسل وجهك. يلاه عندكم معاك دار دار صاحبي راه جندرات. عار الله ونوض غسل وجهك. عجبتي ولا ما بغيتيش كاع انا لا تبقى والو غير تبقى والو كل شيء بخير. غبرتي علينا جمال. موجود حبيبي موجود. دبروا لكم على لي زافير. صافا انت شوية قضية مزيرة. مزيرة نيت؟ ديال بصح. ولا تزيرت غتحل دابا. أبا جامع جايب لي زفيرة معلم. الله يحفظك. يلاه لقيتيني كندوي أنا والمهدي. تا هو مسكين مزير. لا 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 سمح لي هاد لافير ماشي اللعب ديال الدراري. المهدي ما ديما ندير به. جامع الله يهديك. المهدي راه واخا باقي كيبان صغير ولكن راه كبير في عقلو أصاحبي. تعول عليه. ناضي. نضى. مهدي. اجي صاحبي اجي. هادي جمال فين اخويا؟ بخير صافا بو؟ والله الا بخير. فيكم ما تحركوا فاش اخويا؟ كاين شي ما يدار. مرحبا. الا مشيتوا معايا انا غادي تمشيو بعيد. تنفوتوا بعيدا قول لي اش كاين؟ داكشي راه 50-50 كيف ديما. راه ليا صاحبي. يلا نتحركوا. مشينا؟ مشينا. يلا دابا نيت؟ يلا بالطبع. يلا صاحبي طلع. على القرص المحل ها هو تفهمنا؟ اه ديروا داكشي اللي قلت لكم بالحرف عندك تزيدوا وتنقصوا صافي وثقوا بيا معايا انا غتمشيو بعيد.
يلا ان شاء الله يدا السوما يا بعيد ان شاء الله يلا سير على الله لا شتا ولا نمشي انا نمشي انت عرفت غتقول لي نسيت نطلق هذيك الزربيه شوف نطلق هذيك الزربيه امشي صافي انا جاي انا معاك السلام عليكم وعليكم السلام كي داير اشرف الله يبارك فيك الحاج شري من عندي هذه الزربيه لا لا ولد لا الزربيه راه ديالي ما خاونهاش غير مزير شويه في الفلوس وبغيت نبيعها لا شوف شي حد اخر هذا كارت ناسيونال ديالي شحال كتطلب فيها 10000 درهم قول 100 درهم الى جبتها 100 درهم فهاد الزربيه راه ديال برا لا 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 وشوف دير فيها واحد الخير نمشي نجي فاش نديهم نجي يخلى لي عندك انا ما كاين مشكل ما يرحمك الوالدين الشريف شوف ها ما تعطلش لا ما تعطلش ودارها ليه الله يرضي عليك تجي عليه في ذاك القدس الله يعاونك الحاج لا السلام عليكم وعليكم السلام سبحان الله العظيم عرفتي هاد الزربيه هادي في حد الحياه جابوها معاهم من تركيا عرفتي شحال كتسوى هنايا ومليون ونص مغربيه عرفتي عجبتني عافاك بزاف حبيبه غاليه بزاف ولكن راه زربيه ديال الصح عرفتي تشوفها تقول اختها بنت امها وباها عافاك حبيبي سول سول لي بشحال غادي نشريها من فلوسي وعلى ضدها حنا دابا على حساب الضد نلوحوا الفلوس في الخلاياك عافاك حبيبي سول سول الحاج واخا لا الله يخليك شحال كتعمل هاد الزربيه هادي باقينا الله من عندك الشريف حنا ناويين المعقول كاع ما كنا ناويين غادي نشريو غير كنا دايزين من هنايا وحتى انا لالا باغي المعقول الله يعطيك الخير ما غير تصاوب معانا واش نقولك لالا 10000 درهم اخر ثمن 10000 درهم بزاف يلا يلا لالا يلا 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 اسيدي الله يهديك ما تكونش زربان اش نقولك اسيد الحاج هاد الزربيه قديمه ما تستاهلش داك الثمن الله يودي يا سيدي راه زربيه ممتازه معتبره ما تلقاش بحالها في السوق واخا الدور السوق كله ما توجدهاش بلا ما نطول معاك الحاج غنعطيك 7000 درهم بغيتي هو هذاك ما بغيتش الله يعاونك اجي اجي اسيدي ما كاين مشكل على وجه السيده ديالك الله يربح ربي يخليك الحاج بارك الله فيك هاك سيدي هادي 2000 درهم هادي تسبيق وخلي الزربيه عندك حتى نمشيو للدار ونجيبو الفليسات ونكملو لك واخا لالا ما يكون غير خاطركم سي الحاج نعم ممكن تعطينا شي توصيل في 2000 درهم تسبيق وباقي 5000 درهم الا جات على خاطرك واخا ما كاين حتى مشكل ايوا سيري ولي على خاطركم بارك الله فيك سيد الحاج الله يهنيك سيد الحاج معكم مبروك الله يعاونكم الله يعاونك سيد الحاج الله يعاونك الحاج الله يرحم الوالدين صافي جبتي فاش لا ما لقيتش فاش الحاجة نتاع على كتافي راه ثقيلة عليك واش غدير ما كاينش مشكل سمع ولدي راك بقيتي فيا غادي نعطيك 2000 درهم لا الحاج لا لا اخر ثمن هو 8000 درهم اوه 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 كي درتي ليها ولدي
راه بغينا حتى حنا نتمعشوا معاك، نربحوا شي شويه، راه عندنا الضريبه، عندنا الكرا، عندنا الماء، عندنا الضو، واش غادي يشيط لينا؟ وزيد زيد انت الحاج زيد. شوف ولدي الله يرحمك، غادي نعطيك 4000 درهم. لا الحاج، نمسك الكاس، عطيني لاكارت ديالي. والله يهديك ما يكونش رزقها صح. ها 5000 درهم. أرى ديك 5000 درهم. وينيق ويصح مع راسك. واحد الله اثنين ثلاثة أربعة خمسة الله يجيب تيسير الحاج ودي معنا الله يسخر اللهم آمين الحاج الله يجيب تيسير ماضين ولا لا؟ الله يلحسك هادو دي الهرمون اللي عطينا السيد أنا أبو مهدي أحباك العشير خدمة رجعية وجد دروسهم سمعتو ومعي أنا تقو بي غبشيو بعيد يلا رد تطلع حكت الله عاد خلاص مبوكسك وليدي أردن بصح عتي في غنديك اليوم فين غير تعيش الحياه صح هو بشرط شرط عليا هاد الشعره ديك شي 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 غتصبح وغا منو انا تصحاب راسك في اوروبا وصبا بوان شو الكوا حتى لا ملاجات اجي كندوي معاك كنت نهضر معاك مني يا صاحبي إبراهيم سي إبراهيم جوما هذاك المصنقع ديال المهدي وقيلا غادي يدير مدار باه المول الله يرحمه ياك لاباس بغيتك الله يخليك تمشي معايا للبار البار وهذا الشيء بقى لنا محجوب بقى الكاردير انت ما تمشي ليهم لا محجوب واش ما بغاش الله يهديك ديها في حياتك وتهتمي براسك واش غتبقى نقابل ولاد الناس لمن غادي نخليهم شوفي مشو انا اللي كندير شي حاجه راه كنديرها على قبلك ما كنبغيش نتخلى عليك نخليك كتمحني الا طلبتي مني عيني نعطيهم لك الله يحفظ لك ضوء عينيك الا يخطيك يلا انا غنمشيو ناخذ الطاكسي وعلي ارد معاك البال تنرجع الله يخليك انا على الشيطان هذه ماشي بلاصه الهضره شوفي عيب شويه وانا متعصبي حنا غنفكوا المشكل بلا تهي راس ونتبعوا حنا غادي نتبعوا زيد زيد تخبلوا ديك السلامه انا نديروا بها والله ما غنطلع غادي تطلعوا شوف ديك السكره ديالك ديك السكره ديالك ديك السكره ديالك غنوريك كيفاش كدير فهمتيني غنوريك طبع عباد الله دير الزاله غنوريك راه سير سجنه كان طليت عليه وكواك تحير في حكاية مالي شبله وشرشت فيه عظامه شبله وشمشت فيه شرشت فيها الظلام
فين غبرتي عليهم؟ أنا بغيت نتكلم معك ولكن بغيتك نيت تسمعني. ياك لاباس. أنا ولدي عييت من العذاب ومن تماها وراني تزوجت على سنة الله ورسوله. صوت ليك مستقبل وصوت مستقبلي. باك حرة ولدي يعيش حياته هو ومراته، ولكن بغيتك إلا بغيتي تكون نيت ولدي تسمع الكلام. غادي نسمع لك أنت، بقى عندي تا واحد من غيرك. بغيتك تفدى عليا من دوك صحاب ديال الويل دوك اللي خرجوا عليك. بغيتك تبعد من القهوة. بغيتك ولدي تحت الوسخ والشراب والفانيد والهضغوك. أنا مسؤولة عليك وتنبغي لك خير الخير، وحياتك راه حياتي وإن شاء الله غادي تخرج غادي تلقى غير الخير. اللي بغيتها لي تكون مباشرة العربية ولا مازال؟ الله يهديك. فكر فيا ولا فيك محجوبة أخت بوشاقور. عمتي هذيك علاش كتسول؟ أنا أنت ولد بوشاقور؟ أيه. ها هي ولد الدريبة. باك باقي كيبيع الحلوى. أنت شكون؟ أنا صاحب باك. تعقلت عليا. قربت نشوفك بوشاقور. واش غتشربوا هاد الدريبة؟ من بعد أشي. كيفاش من بعد؟ صراحة شي قهوة تبع الدار. واد ديال البحر خلصتيها بعدا؟ ديال البحر قبل ما نمشي. قدام خلصتيها؟ خلصك فيها خلصك. كنتي معايا انت؟ اه حاضر انا سير الماتش خلصناك فيه. لا دابا اللي شاف القهوة عامرة اش غادي يقول؟ غيقول شي بوب داير لاباس. واد انا شي قهوة. شي بوب ترفح. شي قهوة. كتجي ولاد الدرب والله ما كنبغيش نخسر معاكم والله. الله يهدي ما خلق. رضوان. امتى غادي يخرج المهدي؟ غدا ان شاء الله. مزيان. جينا على شهر غادي نزيد قباركين ثلاث شهور هنا. عشا هذا وشنو؟ رجعت حشومة مشيو نخليهم مخاسمين. أنا غادي يتصالحوا لو ما يبقوا ديما مخاسمين. هاي مشيو حنا غادي يتصالحوا ما فيها والو. شوف صالح دابا كاع ما تذكر حسن مشي أنا على فمك. إلا مشينا وخليناهم مخاسمين غادي يقول لك دخلنا عليهم حنا بالنحس. ما حدا نايضة نايضة. تكلمي مع أخوك على الوقت راديا الفرصة. أنا نهضر مع الوقت. لا أنا أخويا ما نقدرش. شنو فيها؟ اشو انا غادي نتكلم معاه في بلاصتك صافي يلا. شوف صالح هو دابا راه مخاصم مع نجمه ولا هضرتي معاه حتى الوقت غادي يتخاصم معاك. وما خليت المره اخرى وهضر معاه فك اخويا. كيفاش دار المره اخرى؟ مازال غادي نتسمع راجلك ومولا دارك الا ما نتكلم ونجيب لك الحق ديالك. بسم الله شحال هادي ما شربنا بها الكاسه تاع السعفلات. بسم الله. سا بلادي بغيت نتكلم معاك في هذا الموضوع. الله يسمعنا خير. انت دابا خوها الكبير يعني تاخذ تايا حقها في الورد. اش من الورد؟ الوالد ديالك الله يرحمه غلط وهو ماشي غلط وزعما بحالو فهمتي. بغيت نقول دابا وكتب لك الورد انت ونقول تايا خاصة تاخذ الحق ديالها من الورد. وهي اللي كتخدم معايا في هذا الموضوع؟ لا لا يا سيدي ما قالت لي هي والو غير انا قلت ندخل معاك في هذا الموضوع على شو شنو فهمتي. هذا الموضوع راه شويه بعيد عليك اختي. دابا غدوي معايا راه عندها فمها والوالد الله يوالي بحبه الله راه ما كانش غلط ملي كتب لي الورد وما كتبش لها هي راه ما بغاش البراني يدخل معانا وتفرت كلب وهضرت وحنا وصلنا ليها. اه استاذ بلادي دابا حنا ولينا برانيين
احنا راه مشاركين الطعام مشاركين الدم ايوه ماشي برانيين. هذيك راه اختي ولا بغات شي حاجه غتقولها لي بفمها وانا راه مانيش برك نخطف العباد لا في حقوقهم حقها راني غنعطيه ليها راني ما واكلهاش. لا نجمة لا نجمة مالك ليك ما كاين باس بابا مالو راه مريح هو وصالح هاو كيهضروا على الورد بغى يورد اختو شامة. سكت 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 بعدا تبي تسمعك هي جالسة غير في الصالون وراه بالك في الدويرية كيفاش 20 درهم اش من 20 درهم ياك عبد الهادي باغي تفرق وباغي تقصر بلا بيبي ما تقولها ليا واخا واخا دغيا عبد الهادي عبد الهادي اجي بغيتك عبد الهادي سربي بغيتك اخلف قول لي اش دوك انت شي ورد عادي مشيو لاخوت ما داوياش بشويه انا بغيتو نيتي تسمعني باش ندير ليه نهار اكثر من هذا الله يدوشي دابا تسمعك شمع اسمع اللي بغات تسمع وزيدو بغيت نعرف هذيك الارض اللي انت بارك باغي تفرق وباغي تقسم وما عرفتش شنو باغي دير على انا امي الله يرحمها ماشي خلات لي انا ورد اللي زع على ارضك على الشيطان وانا على الشيطان دابا شويه وهنجمع ما كاين لا نجمه لا باكوره لا حتى شي حاجه راه قال لك ناس زمان دخلوا شريك يدي لك الفريك كاين ولا لا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله معلومة ديال دارنا واش انا فين كبرت كبرت شي قرينا على انا كبر وكنعرف دارنا شوف الخاطر نعس فين هي محجوبه شي دار محجوبه ديالي كيفاش ماشي دار محجوبه انا ما كنعرف دار محجوب ولا دار محجوبه ديال العمس موسى ريما خويا دار محجوبه عمسي راه انت هاد المحجوبه في الساكنه محجوبه اللي كنهضر عليها ورينا سيدي هاد الدار زيد قدام سيدي الحاجه راه كدور والزمان كيدور والكره الارضيه كدور والراس اللي ما كيدوب كوديا عطيني والكلاب ينمشوك ان شاء الله دابا الواحد ورزق لك الفم بعدين نزل شقور شقور انا جيت وانت جيت من بعد قلت لك انا جيت سير سير بدل لي الساعه اخرى يلا ما طلعتيش راجل لو لا تخسر لا طالع لي الدم الله يرحم الوالدين بلا ما سير بدل الساعه اخرى زربان واخا ابو شقور سير صبرت سنين نقدر نصبر نهار ولا يومين ترجع ونتفاهم تلاحظ وسير بدل الساعة أخرى سير أتصر بوضر أنا هو هذا الحقار هذا يخلي دابا شريد أخويا أهلا أخويا بارك عليك
عكس ارسي غندي غادي نقف انا نمشي ما عندي فين نمشي بوت هنا نبت نشوف انا سير قدام محجوبة. لا بين ساكنة لا محجوبة. واش عارف ولا ما عارف؟ هذه هي الدار ديال لالا محجوبة. السلام عليكم. عليكم السلام. شي ناس تيسولوا في لالا محجوبة؟ شكون سيدي؟ ولا خوها 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 مرت خوها. شكون الحفيدة؟ شي ناس كيسولوا عليك لالا. شكون خويا؟ مرحبا مرحبا. دخل اخويا زيد ما تبقاش في البال. دخل دخل. زيدي. ما كاين ما مرحبا. ما عندي خوها حاجة ليا. ما كاين مروة ما كاين خوها. ما بقى الخوف في هذا الوقت والو كل واحد كيشوف راسو الله يهديك صالح اخويا مرحبا بك حفيده احفيده صوبي الصينيه داتاي بصوابها وجهي يدي هاد الشوانط للبيت هادشي اللي درتي راه ماشي معقول راه ما يبغي لا الله لا العبد ما عرفتي لا خوك ولا دم لا حتى شي حاجه انت كتشوفي غير راسك وكتشوفي غير مصلحتك ودرتي انا بحال قتلتيني انا مت انا صافي مشي الله يحفظك اخويا ويطول عمرك انا قول لي اش درت اصالح اخويا انا غنتكلم معاك وما نبغيكش تقلق الا كانت الخاوه خاوه راك انت فوق راسي وفوق عينيا والمصالح راك تبقى مصالح انا كنت صابره ملي كنتي بوحدك قلت عمرني ما نتفرق مع اخويا نعاونو ونخدم عليه وما نخليه يحتاج حتى لشي حد ايوا اخويا ملي تزوجتي وما خبرتينيش قلت ما كاين باس الحمد لله خويا بعدا تزوج تهنيت عليك الله يعاونك والله يسعدك وملي اخويا حسيت براسي حتى انا خاصني نضرب الفقد في راسي ما نكذبش عليك اخويا خاصني نفكر في مستقبلي وقلت خويا راه ملي غادي يعرف غادي يفرح ليا ويقول لي الله يعاونك اختي كيف فرحتي ليا الا كانت اخويا الخاوه خاوه الدار راه ملكي قلت اللهم نمشي نكري فين نسكن والدار ردها دار ديال الحفلات قاعد الحفلات كي دايرين الناس ومشروع تبارك الله كيدخل عليا واحد الرزق نحمد ربي ونشكره عليه زيان عليك السي ابراهيم طلع صدق السي ابراهيم هو المعلم شوف اخويا واش ماشي من حقي حتى انا نفكر في مستقبلي نعيش حياتي وغاقول لي يا اخويا ملي جا السي ابراهيم قلت مرحبا الحلال بغاه الله وما نكتبش عليك سنة خويا ما كراتش إلا بغى الله وما فاتش الوقت ندير شي تريكة اللي تصوني إن شاء الله ملي نكبر أخويا الله يعاونك الله يعاونك لا وهلا وجلس فين غتمشي أخويا بقاو معايا هنا حتى نقلب لك على السكنة أنا قادر نقلب على السكنة راك عز مصرية كنعرفهم واش غتجي أنت اليوم اللي غتقلبي لي على السكنة الله يعاونك لا لا سما ورد تقعد لا 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 واخا عندها فين تمشي كاي ارتاحي شويه شوفي يا شما اختي شتي صالح خويا من امي ولكن عندي خويا من امي وبا عمرني ما نفوتو عمرني ما نتخلى عليه مرحبا بك اختي واش غادي نقول لك اختي محجوبه هادشي بينك وبين خوك الله يخليه ليا جمال اش يقرر العجله كدور والزمان كيدور والكره الارضيه كدور والفلك يدور والراس اللي ميدور كوديا شخص ابراهيم هو المعلم هاد القوالب اللي كيدوروا لك في الله لا وصلت لهم
صالح ياك لاباس. انا راه ماشي صالح، انا راه غير محموك من الدنيا. انا واش فهمتي ولا لا؟ تمحموي من الدنيا؟ ايه. علاش اش درت لك؟ تهدمتي لي حياتي، خرجتي لي على حياتي نتايا، واش فهمتيني ولا لا؟ اشي صالح، انا درت مشروع باش نخدمو كاملين. تتخدمني انا؟ شكون انت تتخدمنا احنا كاملين؟ شكون انت شكون؟ اشي صالح، انا راه راجل محجوبة. وانا راه خويا. ايش جيتي؟ ايوه ايوا تشي على بركه الله. ما خسوره ايوا بابو ليا قديتي داكشي ديال الموسيقى؟ لا كوني هاني السيد ديال لاصونو غادي يجي مع 8 والمصور حتى هو غادي يجي. ايوا رغم ساكن دار فينا الثقه وقالوا لنا جيبوا كلشي. لا 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 عمتي هذيك الطبله كوني جبتها واحد شويه هنايا. عرفتي ملي تيكون الجو سخون داكشي الناس كيبداو يشطحوا، الا قربنا للميادي غنحصرهم. اللهم خلي لهم التواسع. زوينه هادي ها؟ حتى هادي زوينه. هو هذا راه هو الموطي الجديد ديال البركه ديال العروس. غزال غزال. انت عمتي وعرفتي متى انا توصل نوبتي. يا ربي يا ربي طول عمري تنشوف وليدات ولدي المهدي. يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. اش باقي خاصها انت؟ ايه عمك ابراهيم راه كيتسناك، بغيتك الله يرضى عليك تمشي باش توقفوا لي على ديك الحلوه ديال العروس، هذيك الحلوه الكبيره البياس مونتي. اييه واخ. ايوا سير واخ. انا غادي نشوف. الو فاطمه. نعم جي معاك. تمشي انا وياك انت دابا وغادي نشوف داك الشيء ديال العدود ديال الادب. غنمشي معاك. يلاه شتو وجهك مخطوف وجهك كتجري ياك لاباس؟ عادير عشي مشاكل هكا هكا صافي، بدا واحد ما خطات المشاكل. الدنيا هي هادي سي صالح. سي عبد الله إلا جات على خاطرك راني مزير بزاف وحاصل واحد الحصلة ما كاين ما نعاود ليك وصافي. غنزاوك فيك إلا كانت شي سخنة نشوف كي دير معايا. أي خويا صالح كاينين ولكن كتعرف دابا هاد الوقت كاينين عند الجو الكبار وغاليين. لا أنا بغيت غير شي حاجة على قد الحال، أنت راك عارف الحالة ما كاين ما نخبي عليك، راك عارف كلشي. عارف با صالح. ولكن كون هاني راه واحد السيد اتصل بيا كاين واحد الدراكه فوق السطح. اخ مزيانه نمشي نشوفها سي عبد الله، نمشي نجرب نشوفها دابا. لا يلا اتصل بيا هو في التليفون، غادي يعاود يتصل بيا غدا غادي نمشي نشوفه باش ما كان اتصل بيك سي صالح. كون هاني ما يمكنش نشوف هاد الليله راني مزيره. كون هاني ضرب على راسي هاني اتصل بيا اتصل بيك سي صالح. باش ما كان تصل بيك ان شاء الله. اوقف هذاك الرجل وقف، هذه الرجوله ديالك ابو شاخور. ضحك عليا كتقول لي غادي نجي وما كتجيش. انا ضحكه راه ملي خرجت من الحبس وانا تابعك خطوه بخطوه، غير طلعت في الحبس ونسيتيني. طب اخويا انا مشيت فيها الحشيش والقتيله مصيبه صافي غرقت فيها. انا اللي غنظلم منك اخويا المهدي ولدي بقى صغير هو بين يديك فهمتي، واختي محجوبه. انا مزوق فيك حسبهم من العائله ديالك. صافي 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 واه واه نتفرج مع اخويا والحل راه كاين. كيفاش هاد الحال؟ تكلم انا كنسمع. انا اللي بعت الحشيش وانا اللي ضربت في الشاقور وانا اللي درت القرينه كلها، راه واخا يقطعوني طراف طراف راه ما غاديش نديكلاري بيك ولا نفتح بيك غير كون هاني، ولكن بشرط. شنو هاد الشرط؟ تكلم انا كنسمع. قول شرط عليا خويا. هو ملي نخرج من الحبس تزوجني بمحجوبه اختك. صافي جاتك محجوبه غادي تزوج بها وغادي تجلس معنا في الدار. الدار راك عارف دارنا كبيره والخير موجود. المهم مرحبا. شوف انا غادي نوقف معاك وندير لك محامي والله ما نخليو القفه ديالك غادي تلعب. صافي اخويا صافي اخويا غير كون راجل اخويا. صافي اسمع لي يا اخويا. لك وصافي صالح الله يهديك صافي واسلك سلك واسلك دابا يلا وسير. وحتى من محجوبه تزوجات. اسمع ابو شاقور بقى عندك حل واحد في يديك
هو تخلصي في هاد السنين كلها اللي دوزتي للحبس على قبلك. ولا والله العظيم حتى ندي لك عمرك هاد الليله هادي. طب سير بدك صعب غرام، خلينا ماشي ديال الطبره يشهد وجنا. انا راه الا درت عيني فيك راه ناكلك، وراك كتعرف بوشاقور اش كيسمو. انت شماته، انت تاكلني انا شماته. جينا كنسولو على واحد السيد جابوه لكم مضروب مسكين بموس. اختي كيبقى شويه؟ لا لا بس الحمد لله شويه. ونقدروا نشوفوه دابا؟ اييه تقدروا تشوفوه، ولكن بلا بكا وبلا غوات، وغتشوفوه غير من مرجاج باش تخليوه يرتاح. فين بيت هو؟ غادي تمشيو داك الباب على اليسار، راه تما الانعاش، ولكن ما تعطلوش خصو يرتاح. صافي حنا غنخليوه. يلاه يشوف.